صباح الورد، صباح الحب، صباح الأمن، صباح الأمان. فطرتي؟ لأ لسه صاحي من النوم. صح؟ طيب تمام، تعالي معايا على المطبخ هنعمل مع بعض حتة فطارة حلوة حلوة حلوة، يمكن هديكوا فكرة ويمكن أضم كام فيديو مع بعض الفطار. تمام، بس المهم إن أول وصفة كده، أول وهلة هتشوفوها رهيبة رهيبة رهيبة. عاوزة لايك وتفعيل المتابعة من فوق، اطلعوا فوق في كلمة متابعة فعلوها عشان كل ما انزل فيديو يجيلكم اشعار على تليفونكم. ده لو انتوا عاوزين تشوفوا الصفحة بتاعتي، لو مش عايزين تشوفوها تاني ما تطلعوش، فعلوا المتابعة من فوق. لايك وتعليقاتكم الجميلة، ما تنسوش دعوة حلوة لأمي، ويلا بينا على الفيديو. تعالوا بقى انزلوا معايا هنا بقى في الطاسة، هنعمل كام فكرة فطار كده كده كده. طيب تعالوا بقى ناخد كام فكره الاول كده، وبعد كده نخلي الفكره الحلوه للاخر. هتجيبي بقى التوست بتاعك وتدهنيه جبن كريمي او جبن ابيض، هتحطي عليه معلقه ذره تمام، وتحطي بقى تجيبي علبه تونه بالشطه او باي نوع بتحبيه وتحطيها على الذره والجبنه. انا عملت قبل كده معاكم الذره بالتونه بالجبنه كتير. وبعد كده تجيبي جبن موتزاريلا تحطيه، زيتون، هالابينو، تحطي بقى اي صوص بتحبيه، كاتشب، اي حاجه عايز تحطيها، كله بيبقى متفق مع بعض في الطعم على فكره. هتغطيهم ودي تحميره يمين وشمال لغايه ما يتلسعوا ويبقى من بره كريسب قوي ومن جوه الجبن سايح على التونه مع الكاتشب مع الزيتون والهلابينو والذره، فعلا تحفه تحفه تحفه. تقدري بقى تحطي بصل اخضر، حطي تزيدي او تقللي في الحشوات براحتك، انا بس بديكي فكره الساندوتش. تمام كده، تعمليها بقى تقطعيها بقى زي ما انا بقطعها كده وتقدميها في الطبق مع نوع خضره او مع خيار، اي حاجه عندك خضره في الثلاجه تقدميها معايا بتبقى جميله جدا، او جرجير، يا سلام مع الجرجير، رهيبه رهيبه رهيبه. وتصبي معاها كوبايه الجريف فروت اللي احنا قلنا عليه، جميل وتحفه وبارد بدل البيبسي، افضل بكتير. تمام كده، طيب احنا كده خدنا الفكره دي، تعالوا ناخد ايه فكره تانية لذيذه. دي انا نزلتها فيديو لوحدها بس هشرحها لكم كده يعني شرح، لان كانت نازله قبل كده فيديو ضمتها لكم دلوقتي. انا هنا بس بصب الجريب فروت مش اكتر. الخبزيه بقى دي اتعملت ازاي اللي هحطها دلوقتي قدامكم. هتجيبي، شفت الخبز المصري العادي خالص اللي هو الخبز المصري العادي، هتجيبيه وتفتحيه من النص وتسيبي طرفه مقفول، وهتبداي تدهني جبنه برده كريمي، تحط شرايح بسطرمه، شرايح زيتون، شرايح توميتا، بصل، اي حاجه عندك تحطيها، ممكن تحطي كمان شرايح بطاطس مسلوقه ومتقطعه سلايس، وتحطي تحتها طبقه جبنه وطبقه من الفلفل برضو، وتحمريها من الوشين بالزبده. دي برضو بتبقى افكارها حلوه قوي للفطار. الخبزه دي انا بعشقها بعشقها بعشقها، لدرجه ان ممكن بس بصي وانا بفتحها انهيار من الجبنه بينهار كده، مع البسطرمه مع الذره مع كله خطيره. بحب اعمل بقى حاجه تانية برضو، تجيب الخبزه دي بدل ما تحطي المهرجان اللي حاطاه ده، لا تفتحيها وتحطي فيها اي جبن عندك بالثلاجه، رومي، جوده، فلامنك، اي حاجه، ومعلقه سمنه، وتحمريها من ناحيتين وعيشي بقى. طب تعالى ناخد فكره فطار تانية برضو بسيطه جدا، احنا لسه بنتكلم في البسيط كده اللي هو اللي انت تفطري لوحدك. لما تكوني بقى عازمه حد او عايزه تفطري فطاره حلوه مع اهل بيتك هتاخديها في الاخر. دلوقتي هنعمل دلوقتي نوعين من التوست، واحده اللي هي كانها بيتزا، بيتزا بس بيتزا سريعه بدون عجن اللي هي بالتوست. هتحطي جبن كده فيتا وهتدهني التوسته بتاعتك، واحده هنقفلها واحده هنخليها مفتوحه. لما بتحطي الجبن على التوست على النار الجبن بيتبخر كده ويطرى ويبقى جميل جدا. بعد ما الجبن ساح هحط كده في واحده عليها شرايح البسطرمه دايركت واقفلها، والتانيه هعملها بيتزا، هحمص البسطرمه تمام، وحطيت زيتون. لما البسطرمه بتخليه كريسبي كده الاول بعدين تحطيه، يامي يامي بيبقى رهيب. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان دي احب حاجه على قلبي، المفتوحه دي برضو جميله، بس المفتوحه دي اللي مخليه البسطرمه الاول كريسب شويه وحمرتيها بقت مقرمشه مع الزيتون مع طبقه الجبنه مع طبقه التوست، فعلا لذيذه. هنا كنت بقول لكم الجريب فروت على الكوبايه الكامله 36 كالوريز. طب هنيجي بعد كده نعمل فطاره ثالثه رابعه، ولا مش عارفه كام رقم كام يعني، المهم افكار كتير في التليفون هتلاقوها، سوري بالحلقه دي. هنا بقول لكم الحليب فار سيبكم منه. هنا اخدت قطعت نقانق شرايح مع بصل سلايس اوكي ويت مع توميتا سلايس وفلفل حامي، حمرناهم الاول مع حته زبده او زيت زيتون، بعد كده هتنزلي بالبيض.
قلب قلب كويس. بعد ما قلبتيهم هتروحي بعد ما قلبتيهم هتجيبي خبز بقى مصري حلو وتفتحيه بقى تكوني سخناه طازه وتحشيه بقى من تحت جبنه كرافت وتحطي عليه البيض. بعدين تقدري تحطي وسس خبز مصري مع الحلوه. تعالي نخش على الفطاره الثالثه. بصوا بقى الفكره دي لو انت ولادك ما بيفطروش او مش بيحبوا الفطار عموما الصبح هصدقيني هيعجبهم الفطار ده جدا جدا. هتاخدي النقانق وافضل نوع نقانق تستعمليه اما امريكان او الخزان، تمام؟ هتجيبي كده ترشي رشه زبده في الطاسه بتاعتك وتنزلي عليها بيضه مسلوقه وتحمريها من كل صوب، والنقانق هتشرحيها بس كده وتحمريها. الموضوع مش محتاج مطوع، يعني انا اقعد اشرح فيه واصور فيديو طويل، هو بس كده شرح اللي انتوا شايفين بعيونكم. البيضه لما تبقى كريسب او لو الاولاد ما بيحبوش البيض اوعدك ان هياكلوا البيض بالطريقه دي. رش عليه بابريكا اللي هي المدخنه فبنديها طعم حلو، جنبها خيار مقطع كده وطماطمطيه توميتا شكل حلو وجبن كيري. بصوا بقى النقانق لما بتتحمر مع البابريكا المدخنه بتبقى طعمها تحفه والولاد كلها هياكلوها هي والبيض. طب دي بقى فكره تانية، طيب تمام. مين زي بقى بيحب كبده الدياي على الفطار؟ انا بعشقها بعشقها على الفطار انا وامي الله يرحمها. يلا دعوه حلوه لامي كده لو انتوا استفدتوا باي فكره صغيره. طيب هتيجي بقى كده تحطي الطاسه بتاعتك وتكوني غاسله الكبده بتاعتك كويس جدا. هتحطي فصين توم مع فلفل حلقات وفلفل احمر ويعني اي فلفل عندك، هتدي له اول حاجه تحميره تطلع ريحته. بعد كده تنزلي بالكبده وتفضلي تقلبي تقلبي فيها لغايه ما لونها ما يتغير. ترش رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه من البابريكا برضو المدخنه ورشه من البصل البودره. عاوز اقول لكم ان بالبهارات كده طعمها رهيب، بيبقى لازق فيها من غير ما تقلبي الاول. خدتوا بالكم انا غطيت وعرقت كده واتلزقت في الكبده، بس مش محتاجه حاجه، تقلبيها وتحطي شويه ميه بتستوي وفي كوبايه مع كوبايه العصير والطبق الجميل وعيشي. دلوقتي بقى هنعمل بقى افطاره اللي هي بقى لما تكوني بقى عايزه ايه تروقي عليهم في البيت بقى وتعملي بقى تشيز بورد وبيض بالبسطرمه ويعني افطاره كده فطاره مزاج. تعالوا بقى نحضر الفطاره الحلوه دي مع بعض، او لو صاحبتك هتجيلك وعايزه تعملي كده فطاره بسيطه وفي نفس الوقت حلوه. صباح الورد، صباح الحب، صباح السعاده. لما تصحي كده من نومك وتبقي مشتهيه تعملي احلى فطار، تمام؟ عندي بقى هنا كده جبنه وعندي زيتون وعندي جوز من الانواع وعندي جبن كده، بس المهم دلوقتي انا بقى بيض بسطرمه عايزه اغيره. عندي جبن كده سمنه بلدي وبيض وبسطرمه بس هنظبطه شويه بصل اخضر، تمام كده؟ عاوزه لايك. طيب تمام، بعد ما كده اتحمرت البسطرمه بقت لذيذه بالسمنه التحفه، هتنزلي بقى بالبيض بتاعك ومعلقه كده من الجبن الموتزاريلا، شرايح من الجبن الموتزاريلا او جبن بارميزان اي حاجه، وتقلبي تقلبتين بس البيض، بلاش تكتروا في التحمير او في يبقى بس طري كده شويه وتطلعيه بقى تحطيه. وهنا بقى هتجيبي البورد بتاعك وهتبقي تحطي الخبز. بصي بقى لما هتكوني انت مش هتاكلي لوحدك وتاكلي مع حد حطي كذا نوع من انواع الخبز، ما يبقاش نوع واحد بس من قطع الخبز انت مش عارفه الاذواق، يعني ممكن انت تكوني عازمه صاحبتك او عازمه قريبتكم او اي حد، فلازم تحطي من كذا نوع. انا بقى كنت فرحانه بقى جايبه خبز لسه طازه فحطيت ايه ظبطتهم من كذا نوع من الانواع، تمام؟ هنيجي بقى نوضب بقى بقيه الفطار التحفه ونشوف الشكل. طيب تمام، هنيجي بقى نوضب بقى ايه نعمل تشيز بورد كده يخليكي تحس ان انت رحتي تفطري في اوتيل، تمام؟ قاعده في اوبن بوفيه بتاكلي كده ممتعة نفسك، مش قاعده في البيت بتاكلي وتحطي العلب في البلاستيك في الثلاجه وحطيتيها على السفره وقاعده تفطري. لا 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 لا، خليكي بقى بصي كده اعملي كده شيك في نفسك وقومي. انت وراكي ايه؟ ايه اللي وراكي؟ لو انت موظفه يا ستي بلاش تعملي كده كل يوم، اعملي مره كل اسبوع، مره كل اسبوع مثلا يوم الجمعه يعني في الويك اند، اوكي؟ تظبطيهم وتحسيهم بقى ان انت بقى مامي جميله، تمام؟
كده انا خدت زي ما انتم شايفين بقى بعينيكم من كل انواع عندك، مش لازم النوع ده والنوع ده، كل الانواع اللي عندك حطيها. تمام. الجبنه دي على فكره تحفه، هي جودة وفلامان كل الباكيتات دي والموزاريلا تحفه. وضبنا بقى، عملنا كده تشيز بورد وهطلعني طلعنا على السفره. هنيجي بقى نحط كده بردك في بوله زيتون، عندك هلابينو، عندك زيتون اخضر، زيتون اسود، زيتون احمر، اللي عندك حطيه. اساسيات السفره لازم يكون عليها خضره، نوع خضره، خيار، خس، جرجير، بصل اخضر، لازم تحطي معاها حاجه. تمام كده. وكمان انا حطيت بقى مخلل، حطيت كده شرايح من الخيار المخلل مع الفلفل وكم شريحه من الهلابينو، وهجيب خياره، خياره خضراء، خياره واحده هقطعها سلايس واحطها، وتوميتا واحده وقطعتها. تمام. طبعا انت بقى هتوضبي على حسب الاعداد يعني وتعملي كده. انا بديكوا افكار يا بنات، قاعده بديكوا افكار من الفيديو مش اكتر. بس كده. طبعا البصل بوريكم، البصل الاخضر بقول لكم ان انا من عشاق البصل الاخضر مع الجبن الرومي. من نفسي كده. هلا. طب تمام. وارضاء برضو لكل الاذواق، اللي انت مش عارفه مين هيحب ايه ومين مش هيحب ايه، يبقى هتجيبي بقى كده طبق وتحطي فيه مربى، قشطه، عسل، بس يعني كل حاجه يعني ايه، حبتين حبتين كده، يبقى المنظر شكله شيك. وتطلعي برضو على الطاوله. هنا برضو بقى يا ما تعملي جبنه بالطماطم، او تحطي كده جبنه وعليها رشه من زيت الزيتون ورشه من الزعتر، او تخليها بس كده زيت وجبنه. وعندي برضو فول، هتجيبي طبق كده وهتحطي الفول. الفول دوت ما عملتش فيه اي حاجه، كان في العلبه بس، حطيته في الميكرويف سخن كويس وفضيته في الطبق. تمام. هو فول بالخلطه كده جاهز. ماشي. كانت انا اصلا واكله فول قبلها بيوم، كان باقي جدا كتير وحطيته في علبه وفي الثلاجه، احتفظت بيه بالثلاجه، سخنته في الميكرويف ورشيت عليه بس بصل اخضر. وطبعا مش هتنسي على سفره الفطار مطارتين شاي، مطاره شاي بحليب ومطاره شاي ساده، علشان مش بيحب ده او ده. ولازم برضو من على سفرة الفطار بتاعتك لازم يكون في طبق كده من الفواكه، وطبق كده من البسكوتات والشوكليت كرواسون، علشان ده لو انت عامله بقى عزومه ماشي على فطار يعني، علشان لو محدش حابب من الفطار ده الجميل الفظيع ده يقدر ياخد واحد كرواسونه، قطعه بسكوته مع الشاي. المهم انك انت وانت بتعزمي تعملي في دماغك كده انك لازم تحطي كل حاجه علشان ترضي كل الاذواق. انت مش عارفه اللي هيفطر ده يبقى ممكن قاعد مكسوف مش عارف هيفطر ايه ولا ايه، ومش هتتصلي تسالي انت عايز تفطر ايه، بالذات مثلا ما كنتش ممكن مش الفطاره دي اختك ولا حد مع من يعني انت حافظاه كويس بيحب ايه وما بيحبش ايه. طبعا مع الطبق والشوكه والسكينه والمعلقه لكل فرد، بحيث ان ايه ان كده ممكن حتى ابسط شيء شوكه وسكينه. ماشي. الفطار مش هيحتاج معالق كتيره، انه هيتاكل مثلا بالشوكه، الجبن برضو هيتاكل بشوكه وسكينه، البيض هيتاكل بشوكه، يعني مفيش محتاجه المعلقه قوي في الفطاره دي. تمام. ممكن تحطي معلقه صغيره عشان هو يدهنه مربى وجبن. بس خلاص كده وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون نالتكم افكار جميله، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسيش بردك الميه، انا حاطه كده على الطاوله ليا الجانبيه عليها الميه والفواكه والشوكولاتات. تمام. لايك كبير ودعوه حلوه لامي، واطلعوا بسرعه فعلوا المتابعه من فوق، وانتظروني فيديوهات تحفه وجميله جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله، وفيها افكار حلوه. عايزه تعليق جميل يشجعني ان اقدر استمر معاكم. ما تنسونيش بالمشاركه، خدوا الفيديو كده وشاركوه مع اصدقائكم، مع الاهل عندكم على الفيس او على الواتساب، علشان ان شاء الله يرجعوا معانا ويتابعونا ونبقى كلنا مع بعض كده عيله كبيره ان شاء الله. يلا نتقابل في فيديو جديد.